السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. رجعنا لكم فيديو جديد وقصة جديدة مثل ما عودناكم فيما مضى. بس قبل ما نبدأ يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. بسم الله نبدأ. بقول أحد الأخوة، كنت أنا وزوجتي عايشين حياة سعيدة ومستقرة كأي زوجين بيحبوا بعض. ولكن حدثت بعض الأحداث اللي نقصت حياتنا وغيرتها وقلبتها 180 درجة إلى الأسوأ، فأصبحت الزوجة تتصرف تصرفات غريبة مش معهود عنها بتصرفاتها. بداية التصرفات هاي كانت لما تسمع القرآن، هي إنسانة مصلية ومستقيمة نحسبها والله حسيبا، فأصبحت تنزعج من القرآن وتعمل حركات غريبة بإيديها. تطور الموضوع حتى هي تصلي صارت كمان نفس العملية، يعني كأنها شاردة الذهن، شردت الذهن لما تصلي ما بتعرف شو تقرأ، ما بتعرف انها قرأت الفاتحة ولا لا، يعني اختلفت موازينها نهائيا. الاختلاف هذا أثر على الحياة الزوجية تأثير سلبي، صارت الزوجة تنزعج من الأولاد من أولادها، وصارت تضربهم بطريقة يعني غريبة الشكل، صارت تضربهم ضرب غريب الشكل يعني صارت تأذيهم. الزوج هون يعني الموضوع صار معه، يعني صار لازم كان بالأول ما يكلمها يعني يقول عادي أم تأدب أولادها، بس لما صارت في أذية قرر إنه يفتحها بالموضوع، قال لها يا بنت الحلال أنتي غيرتي، أنتي صرتي إنسانة غير اللي بعرفها. فهون لما قال لها الكلمتين هذول صارت تبكي تقول والله يا ابن الحلال ما بعرف ليش بعمل هيك، ما بعرف، حتى لما بصلي ما بعرف ان صليت ان قريت الفاتحه ولا ما قريت الفاتحه، ما بعرف شو بصير، كاني بغيب عن الوعي، ولما بسمع القران بتضايق كانه واحد ماسكني برقبتي. هون الزوج يعني قال لازم نشوف حل هالموضوع، قالت أنا معك شو ما بتقول. فإله صديق يعني بعرف هالأمور، شيخ يعني، فراح لعنده وسأل، قال له يا شيخنا القصة 1 2 3، فقال له عفواً مو شيخ، صديقه، مجرد صديقه يعني، صديقه يعني في حكي بينهم وفي صداقة كويسة بينهم، فقال له بدلك على هالمرأة بتروح عليها وتحكي لها القصة. فالرجال هنا ما كذب خبر، أخذ زوجته
راحوا على احد القرى اللي فيها هالمره هاي اللي بتعرف لها الحكايه هاي والشغلات. فطبعا هو ممنوع يخش، ممنوع يفوت لجوا. المره مرته فاتت على المره وظلوا فتره بحدود النص ساعه. لما طلعت زوجته وطلعت المره هاي اللي بترقي قالت له يا اخي انا ما راح اقدر اعلم زوجتك، انا ما راح اقدر عليه نهائيا، قوي جدا، فبدلك على واحد تروح عليه شيخ. قال لها وين الشيخ هذا؟ قالت له اعطته العنوان بالمكان الفلاني، بتروح عليه بتتصل عليه بتاخذ موعد معه. فالرجال عم بيكلم زوجته بيقول لها شو رايك؟ قالت له انت بتسمح لي اروح؟ قال لها انا مشان انت ما فيش مشكله عندي، خليني نروح على عند الرجال ونشوف. فمباشره بنفس الوقت راحوا على العنوان، اتصل طبعا تليفون عليه قبل ما يروح، قال له انا موجود بالمكان الفلاني. تمام. فالانسان هذا قاعد بمحل، يعني مو ببيت او قاعد عندي على البيت او لا، بمحله رجال بيبيع وبيشتري وقاعد بهالمحل تبعه. سلم عليه قال له اني، قال له تفضل. قال له زوجته اقعدي، قال له اقعدي. فبالبدايه جاب لهم مي وشربوا. لما شربوا المي قال له لهم الشيخ، الشيخ ملتحي طبعا، قال لهم حسيت انه في تغيير، تغير اشي فيكم؟ الرجال قال لا والله. المرأة قالت ها يعني في شوي. رجع بلها كاس ثاني قال لها اشرب. ها نفس الشيء شوي. فصار يقرأ قرآن. قرأ سورة الفاتحة بالأول، بعدين شغل التلفون على تكبيرات الإحرام، حط السماعات بدنها، بس نفس الشيء ما فيش تغيير. قال لها شو في تغيير؟ قالت له حاجة. فشو عمل؟ صار يقرأ القرآن، صار يقرأ سورة آية الكرسي. لما بدأ بآية الكرسي ودخل فيها مظبوط لآية الكرسي، صارت الحرمة تعمل نفس الحركات. فعرفهم الشيخ، عرف قال له زوجتك فيها مس ومسحورة بنفس الوقت. فصار يقرأ القرآن، صار يقرأ آية الكرسي، آيات فك السحر، النطق، الجن مو تبع السحر، الجن تبع المس، الجن اللي بيقولوا جن العاشق، نطق قال له ذبحتني، قال له واحدة من الثنتين، يا أما بتطلع يا أما أنت بتعرف شو بصير، يا أما بظل أقرأ عليه القرآن بإذن الله الله سبحانه وتعالى بنزل عليك نار من السماء أو بخنقك. قال له أنا بحب ما بطلع. قال له براحتك. صار يقرأ القرآن لحتى وهل كثر قراءة القرآن وما رضي يطلع. قال له بدك تطلع غصبا عنك. ها قال استأذن زوجها، قال له اسمح لي اني اخنقها. هون لما سمع الزوج الكلمة هاي قال له انت بتحكي من عقلك؟ تخنقك؟ موتك؟ ممكن تموت بين ايديك؟ قال له يا اخي لا تخافش، مش هي اللي راح تختنق. فالزوج هون بدي يعالج زوجته باي طريقة كانت. قال له خلص توكل على الله. فجاب قطعة قماش
لونها اسود ولفها على الرقبه تبعت الزوجه وهو بعيد عنها طبعا، وشد والله شد عليها لحد لسان زوجته طلع. فهون نطق قال خلاص اطلع، راح اطلع تو كلمه كلام اطلع اطلع اطلع، وفقدت الوعي الزوج. لما قال طلعت فقدت الوعي، قال له صحي زوجتك، رش عليها شوية مويه صح. صارت تقول للزوجة أنا شفت الموت. فهون إحنا بدهم يتأكدوا إنه طلع تبع الجن العاشق ولا لا. قرأ القرآن، شربها مي، خنق، ما فيش خالص. الحمد لله الجن العاشق خلاص انتهى منها. ظل مين؟ ظل السحر، وهذا يعني بصعوبة بالغة. فأخذ يقرأ قرآن ويثقل بالقرآن ويزاد بالقرآن وتأخر بالقرآن لحد ما صارت الزوجة تعمل حركات نفس الحركات. فصار يقول له بدك تطلع؟ قال له ما بطلع، أنا مأمور إني أظل فيها. قال له كم صار لك فيها ومين اللي سلطك عليها؟ قال أنا مأمور مسلط عليها لثمان سنين. قال له مين اللي عمل السحر؟ قال له اسم الفاعلة، طبعا هي مرأة الفاعلة. وين السحر؟ قال لهم السحر بالمكان الفلاني في قبر من القبور تحت الشاهد تبع القبر اللي مكتب عليه الاسم بتلاقوا. نعم. وما بطلعش منها غير حتى تطلعوا السحر، هاي الطريقة الوحيدة. أني بدي أطلع، يقول أني بدي أطلع مشان ما أموت، يعني مشان ما يحترق. الجن يقول للشيخ أنا ما بدي أموت، ما بدي أموت، بدي أطلع بس ما بقدر، ما بطلعش غير بهالطريقة. فأخذوا الزوج زوجته والشيخ، ركبوا بالسيارة وراحوا على المكان اللي دلهم عليه، وقرأ قرآن هناك حتى طلع الجني وصار يتكلم. قال له احفرهم. لما حفر، وإلا بالفعل السحر ملفوف محطوط، فصار يقرأ عليه القرآن وعقد، يفك العقد وينفث فيه، يفك العقد. آخر مرة حطه بالمي طبعا السحر حتى انفك مزبوط، فقدت الوعي الزوجة. لما فقدت الوعي قال له الشيخ الحمد لله على سلامة زوجتك، الحمد لله أمورك بخير. بس كمان بدهم يردوا يتأكدوا، قرأ القرآن، قرأ القرآن، الحمد لله أمورك بخير، بعد ما صحيت ما فيها أي شيء. والزوجة عرفت اللي عملت لها هالشيء، هذا كانت سبب بنكسة ما كان راح يعرف فيها غير رب العالمين. الزوجة مصلية وذاكرة، الله سبحانه وتعالى نجاها بذلك. مشان هيك يا أخوان لازم احنا دائما نصلي ونذكر، ودائما الذكر لازم يكون عندنا بأي وقت بأي طريقة وبأي مكان، كل وقت له ذكر، كل طريقة لها ذكر. وبهيك خلصت قصتنا اليوم. مثل ما بدينا بننهي، يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة وتسجيل الإعجاب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.